قبل كل شيء نتقدم بالتعازي للأسر الفرنسية التي فقدت أعزاء لها بالأمس، ونحن أقرب الناس إلى فهم مثل هذا الوضع لأننا عانينا من هذا النوع من الإرهاب على مدى الأعوام الخمسة الماضية في سوريا، وما حدث في فرنسا بالأمس لا يمكن فصله عما حدث في بيروت قبل يومين، لأن الإرهاب هو نفسه. للحد من داعش في سوريا والعراق. وبعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف صورنا عم نحس أنه قرار 2170 وقرار 2178 وقرار 2199 وجميعها تحارب. المسألة ليست في أن يطلبوا المساعدة، عليهم فقط أن يكونوا جادين، وعندها سنكون مستعدين لمحاربة الإرهاب معهم. نحن مستعدون لمحاربة الإرهاب مع أي جهة جادة في ذلك، لكن الحكومة الفرنسية ليست جادة حتى الآن. بس شباب